صحيح. طيب لو رحت لليفربول تاني ومحمد صلاح، وبنتكلم العقد مع ليفربول المفروض هينتهي 2023، ولسه في حديث ومطالب، يعني امبارح كانت بالذات تحديدا يعني وهاشتاجز اللي هو جدد لصلاح بالراتب، ارفع بقى سقف حتى الرواتب باللي صلاح يؤمر بيه، فبرضه عايزين نتكلم عن النقطة دي. طبعا هو ده الملف الأكبر دلوقتي في ليفربول، مفيش ماتش بيعدي إلا وكلوب بيتسأل صلاح هيجدد له ولا لا صلاح، فلدرجه انه فتره يعني هو قال لهم اوف ما عنديش اجابه، يعني انا ما اعرفش، ده مش موضوعي. واخر تصريح ليه هو قال انا عارف كل الموقف بالكامل وعارف ان صلاح عايز يكمل معانا وعايز يعتزل بالظبط، ولكن هي الفكره كلها فعلا في توفير الراتب. صلاح اكيد هو دلوقتي طموحه ان هو يوصل ان هو يبقى من اعلى الرواتب في البريمير ليج في مانشستر، زي ما قلنا يعني كريستيانو رونالدو يعتبر مش اعلى لغايه دلوقتي، لا هو حتى هو يعتبر حاليا أو. هو مش اعلى حتى راتب في ليفربول، اعتقد فان دايك بيسبقه. فهو اعتقد عايز يقرب من على الاقل يقرب لكريستيانو رونالدو. طبعا المبالغ اللي اتطرحت في الاعلام 500 الف استرليني شهريا او اسبوعيا، ده طبعا اكيد يعني الامور هتبقى يعني اكيد هيقلص مفاوضات او في يعني مفاوضات، ولكن ليفربول ما اعتقدش ان عنده اي خيار غير انه يجدد لصلاح، لان لو هيفقد صلاح هو مش هيعرف يجيب لاعب بحجم صلاح طبعا الا بمبالغ كبيره، فاكيد الاستثمار في صلاح افضل لليفربول من انه يستنى ان صلاح يمشي ويدور على لاعب تاني.